شراء كسوة العيد إلكترونيا، هكذا الحال في زمن كورونا، حيث أصبح خيار التسوق عن طريق الإنترنت يفرض نفسه على المستهلكين مع اقتراب حلول عيد الفطر، ليس سعيا وراء الأسعار المنخفضة فحسب، وإنما تجنبا لعدوى الإصابة بفيروس كورونا والتزاما بإجراءات مواجهة انتشار الوباء. وبين تجربة الشراء إلكترونيا والتوجه إلى المحل تتباين الآراء. أفضل الشوبينج أونلاين لأن يوفر عليك الوقت، يوفر عليك الجهد، يوفر عليك كل شيء، ويوصل لك لين البيت وانت مستريح، يعني لا منك بتخالط حد ولا انك بتزاحم حد. في بعض الاشياء مثلا للاطفال مثل الالكترونيات ممكن يعني عملناها اونلاين، باقي الحاجات بصراحه لازم اروح بشكل شخصي. ينافس قطاع التجارة الإلكترونية متاجر الأزياء المتنوعة التي كانت تعج بالمتسوقين قبيل ليلة العيد. فيجي سامياني يدير متجرا لإحدى العلامات في دبي، سجلت مبيعاته من تشكيلة منتجات الأزياء والإكسسوارات مع قدوم العيد قفزة عبر الإنترنت أكثر منها في المتجر الواقع داخل المركز التجاري. لاحظنا أن عددا كبيرا من زبائننا يترددون في قرار الذهاب إلى متاجرنا ويفضلون التسوق عبر الإنترنت، وبمناسبة العيد ارتفعت مبيعات الإكسسوارات والأزياء والعطور، وتجربة التسوق الإلكتروني اختلفت عما كانت عليه من قبل. وفي ظل تطورات فيروس كورونا يتجه العديد من المستهلكين في العيد إلى التسوق عن طريق الإنترنت أكثر مما فعلوا قبل الوباء الذي استفاد منه قطاع التجارة الإلكترونية. لمن اضطر إلى التسوق عن طريق الإنترنت في هذا العيد؟ قد يضمن له ذلك السلامة من خطر عدوى انتشار كوفيد-19، لكنه بالمؤكد حرمه من فرحة الخروج إلى الأسواق بصحبة أطفاله وشراء كسوة العيد، وتلك فرحة صادرتها جائحة كورونا. مصطفى سكحال، الحرة، دبي.